بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، ألحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فضاء عالية الهمة في فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي بريوش حلو بحشوة الشوكولاتة السوداء. نترككم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاج إلى كوب من الحليب الدافئ، نصف كوب من السكر حبيبات، بيضة واحدة وبياض بيضة، ملعقتين كبيرتين من الزبدة أو 100 غرام، رشة من الملح، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية حبيبات، كيس من السكر المنكه بالفانيلا، والشوكولاتة عصيات على هذا الشكل. نحتاج لتلميع وجه البريوش إلى ملعقة كبيرة من الحليب وأصفر بيضة وملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، 550 غرام من الطحين المخصص للحلويات، ويبقى الطحين حسب النوعية. نبدأ على بركة الله في الطريق. نضع الحليب، السكر حبيبات، والسكر الفانيلا، ونخلط الخليط جيدا، ثم نضيف الخميرة. بعد مزج العناصر السابقة الذكر، نضع البيض ونخلط الكل جيدا. نضيف الملح ونبدأ بوضع الطحين. نجمع العجين، نبدأ بإضافة الزبدة بحرارة المطبخ. بعد إدخال الزبدة في العجين يصبح على هذا الشكل، نغطيه ليختمر المرأة الأولى. بعد اختمار العجين يصبح على هذا الشكل كما ترون،
نخرج الهواء من العجينة ونبدأ بتشكيل البريوش. نقسم العجين إلى قسمين. بعد تقسيم العجين إلى 16 قطعة نبدأ في التشكيل. نبدأ بتشكيل الكرات على هذا الشكل. نضع الشوكولاتة. ونلف على هذا الشكل. بعد الانتهاء من جميع الوحدات تصبح على هذا الشكل. نتركها لتختمر ونعود معكم مرة ثانية لتلميع وجه الفطائر. بعد اختمار العجين يصبح على هذا الشكل. نبدأ بخلط خليط التلميع، البيض والحليب والقهوة سريعة الذوبان. بعد دهن جميع الوحدات ندخل الصينية إلى فرن معتدل الحرارة مسخن من قبل. بعد إخراج الصينية من الفرن يأتي البريوش على هذا الشكل، رطب وهش كما تلاحظون.
أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم، فإن أعجبتكم فلا تنسوا دعم القناة بضغطكم على الزر الأحمر اشتراك وزر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم جديد القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.